ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون، ما تلوت أمامكم آية صغيرة من كلام الله تعالى، أنها صغيرة في الحجم ولكن كبيرة في المعنى. في هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمرنا لنخشاه حق الخشية، وأن لا نموت إلا ونحن مسلمون. يا معشر المسلمين، هل نتقي الله تعالى حق التقوى؟ لا. وكذلك كم من الناس يموتون كل يوم فيرتحلون من الدار الفانية إلى الدار الباقية، فهل كلهم يموتون مسلمين؟ لا. وكذلك الذين يموتون من أهل الإسلام، فهل كلهم يسلمون لله تعالى حق الإسلام؟ لا. ففكروا شباب الإسلام، إن الله جل وعلا ماذا أمرنا ونحن ماذا نفعل؟ إلى ما نستمر في نوم الغفلة؟ ألا نرجع إلى الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا معشر المسلمين، اتقوا الله تعالى حق تقاته كما يليق لجلالته وعظمته، وأسلموا كما أسلم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ورد في التنزيل. هذه هي بعض الكلمات ألقيتها أمامكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن،